مجرد ما كنشري كرياتين ونبدا نستعمله كنولي نوض 5 6 المرات بالليل للحمام وهذا كيدير لي الازعاج. كنجي من لونطريمون كنبغي الناس باش لوكور ديالي يدير استشفاء باش الاعصاب ديالي ترتاح باش الصباح نفيق مرتاح وعاجبني الحال ولوكور ديالي مرتاح، ولكن الا ما نعسش كنفيق ما كنريزونيش بخسر الكانه ديالي. وزيد وزيد هذا واحد البروبليم اللي طاري بزاف ديال الناس، بزاف الاسئله كتجي على هاد الكرياتين وهذه الاسباب، لان الكرياتين عنده واحد السمعه خايبه وبزاف الناس كيهضروا عليه. ولكن واش الفيق بالليل عنده علاقه غير بالكرياتين؟ قبل ما نهضروا على الكرياتين ونقولوا الاسباب او نوضح لك الاسباب اللي كتخليك تنوض بالليل باش تتفاداها وتولي تاخذ الكرياتين وما تخافش، اجي نقول لك بعض الاسباب اخرى اللي عندها علاقه باش انت تعرف شنو كاين، ما يبقاش يجيب لك الله غير الكرياتين، ربما كاين حوايج اخرى. اول حاجه ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي كتعاني من ارتفاع ضغط الدم كتلقاهم كينوضوا للحمام اكثر من 3 4 المرات وما ردنش البال وما عارفش شنو السبب، وانا نصيحه مني يحاول يبعدوا من الكافيين لانه كيزيد يوصلهم لواحد الحاله اكثر من داكشي اللي عندهم. ثاني نقطه ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا الموضوع غادي نهضروا عليه حتى هو في هذه الحلقه هذه، هذا من اصعب الامور ونطلب الله السلامه ما يكونش عندك. والحاجه الثالثه تضخم البروستات عند الرجال، كنقول الرجال ماشي النساء، حتى هو كيدير هذا العامل هذا وحتى هو كيدير التبرزيط بالليل لبنادم. والحاجه الرابعه او النقطه الرابعه التهاب المثانه. اما فيما يخص النقطه الخامسه وهي الاخيره، الناس اللي كيتناولوا بعض الادويه اللي عندها علاقه بالمدارات البوليه حتى هي كتعاني من هذا المشكل هذا، ومنهم بزاف ومنهم عدد بروستات الى اخره. فهاد النقط هادو اللي وضحت لك غير باش الناس اللي ما كتاخذش الكرياتين وتفرجت في هذا الفيديو وسمعت هاد الشيء هذا ينوضوا يشوفوا هاد النقط هادو الى نقطه عندك او يشوف الطبيب ويسرع ويزرب على راسه، حيت كاين شي حوايج تقدر تزرب على راسك تعالجهم قبل ما تطيح فيهم. والناس اللي كتاخذ الكرياتين انا غادي نقول لك علاش كينوضك بالليل. اول حاجه الكرياتين يا اخي بطبيعته واخا عنده واحد السمعه خايبه الناس كخايفه منه الى اخره، ولكن راه ماشي المساله الخوف هي كل شيء، المساله ديال سوء الاستعمال. ملي كتاخذ الكرياتين حنا عارفين ان العلبه الكرياتين حاطين لك فيها 5 غرام و5 غرام هو الاستعمال الطبيعي ديال الكرياتين. ملي كتاخذ 5 غرام انت ملي كتكون كتشرب الايام العاديه 3 لتر الماء وكتاخذ 5 غرام الكرياتين كتولي تبغي تشرب 4 لتر 4 لتر ونص الماء. علاش؟ خوفا من ان الكرياتين غياخذ واحد القدر الماء يحطوا لك في العضلات والجسم غياخذ ما تبقى من داك الماء ياخذوا كالامعاء والكلى الى اخره. مزيان، ولكن ملي كتجي انت يا استاذ وكدير لي فيها بطل من ابطال مستر اولمبيا وتاخذ لي 20 غرام ديال الكرياتين في النهار، ومرارا وتكرارا حضرت في الفيديوهات ديالي قلت الدراري لا داعي لتحميل الكرياتين، شرحت لكم تحميل الكرياتين بزاف ديال الناس بغاو يعرفوه، ولكن قلت لكم الدراري المتقدمين في اللعبه راه ماشي هما المبتدئين او المتوسطين، فقلت لكم من يستحسن تعامل مع الكرياتين بحذر، ما غاديش يضرك الا خديتي على قد. ملي كتاخذ 20 غرام او 15 غرام شحال خصك تشرب ديال الماء؟ غتقول لي غنشتي هذا خايف فؤاد ونحاول نوصل حتى ل 5 لتر ولا 6 لتر ديال الماء، غنقول لك غلط يا اخي. علاش؟ الشيء اذا زاد عن حده الخبر في راسك. ملي كتوصل انت لواحد العدد كبير ديال الماء راه الماء مزيان، ولكن كل ما فاتش الطبيعي ديالو في الجسم ديالك هنا كيبدا يدمر لك حوايج اخرى اللي هما المعادن والفيتامينات وكيخرجهم لك كيديكاجيهم لك المسالك البوليه، دونك هنا راك غتخسر. ثاني حاجه كل ما خديتي الماء اكثر من الطبيعي للجسم ديالك كيخليك كتحس بالتخمه وما كتقدرش تاكل الوجبات ديالك. ثالث حاجه بنهار قبل ما يوصل الليل غتولي خيط عبيط على الحمام. مزيان، ودابا اجي نقول لك بالليل غتولي مقطع التيكيت على الحمام. الي وروجور الي وروجور، يعني الكرياتين ما فيهش شي ماده اللي غتخليك تبقى تمشي للطواليط حقا ناري المسالك البوليه المتانه البروست، لا استعمالك السيء انت وطريقتك والجشع ديال ناخذ 20 غرام باش دغيا يشارجي ليا في الدم لا خويا لا لا، الشيء اذا زاد عن حده الخبر في راسك. فخذ الكرياتين بالطريقه اللي كناخذوا بها حنا كاملين وما عندك ما دير بالطمع، راه اللي كيبغي ياخذها كامله كيخليها كامله. نطلبوا الله ان الا جات عف الكرياتين الحل ديالو هو انك غتنقص وتاخذ 5 غرام وتبقى تشرب الماء بالشكل الطبيعي، ما غتبقاش تنوض الحمام وحتى انت غتنوض مره ولا جوج وهنا الامور تحلات. يعني الكرياتين بلا ما تخاف منه بلا ما تبقى تفكر، كاين اللي كيقول لك راه الكرياتين كيطيح الشعر، راه الكرياتين كيفرع الكلاوي، راه الكرياتين كينوض الحبوب في الوجه وفي اللحم، راه الكرياتين ما كيدير حتى شي حاجه. ما عندهاش الكرياتين الا استعملتيه مع هرمونات المدى الطويل كيطيح الشعر كينوض الحبوب وحاجات اخرى، ولكن الا كنتي كتستعملو بحذر و5 غرام وما كتاثرش على لوكور ديالك حوايج اخرين داخله معاه نفضلو انا هو على البروتين. الا عندي فلوس نشري كرياتين وما نشريش بروتين، الا عندي فلوس نشري كرياتين وما نشريش بروتين. علاش؟ لان كما قلنا شحال هادي ان الجسم كيبغي مختلف التغذيه تدخل سير شوف البروتينات. فراه انا كما قلنا شحال هادي هذيك 5 كيلو هذيك كيلو عفوا هذيك كيلو ديال اللحم اللي غناخذو ناخذو انا من 5 غرام ديال الكرياتين وغنوفر. اما البروتين راه ممكن ندخل ماكله على مدار اليوم الدجاج البيض الحوت كذا نعوض، الكرياتين لا، ولكن ما ناخذوش اكثر من الطبيعي ديالو وما ندخلش ليه الماء ونولي الريسكي على راسي. دخلت 20 وخايف منه غندخل واحد القدر ديال الماء كثير وهذاك الماء غيتخني وما يخلينيش ناكل غيعذبني ونولي غادي نجي للحمام وغيكسر واحد العدد كبير ديال المعادن والفيتامينات وانا راه خسرت راسي خسرت بزاف الحوايج. دونك يا اخي العزيز يستحسن نخدم بالكرياتين بالعقل، ما نفوتش المعدل الطبيعي ديالي لا في شرب الماء لا في الكرياتين وما غيكون عندي حتى شي مشكل وما غنبقاش نوض بالليل ولا حتى غنوض مره ولا جوج، راه كنكونوا ما كنستعملوا لا كرياتين لا والو وكنوضوا مره ولا جوج الحمام عادي جدا. الميساج وصل. الحاجه الثانيه اللي كنطلب الله السلامه منها وكنتمناها من الله ان ما تكون عند حتى شي انسان في الصغار ديالو مثلا في اللاج ديالنا وكذا هو السكر.
السكر المشكل ديالو شنو هو؟ هو انك كل ما تعرضت لمقاومه الانسولين او كثر عندك السكر في الدم والانسولين ما دارش خدمته اش كيوقع لك الجسم ديالك بكثره داك السكر اللي عندك ضايع في الدم الجسم ديالك كيحتاج واحد القدر كبير ديال الماء باش يديجاجي داك السكر ويهبطو للكلاوي باش الكلاوي يحاولوا ما امكن يدفعوه للمسالك البوليه باش يخرج. دونك هذاك السكر كل ما كثر كل ما خصو قدر كبير ديال الماء باش يتدفع، وكل ما دخلوا داك القدر الكبير ديال الماء للكلاوي ملي غيدوز المسالك البوليه للحمام. دونك هنا شنو غيوقع؟ الحمام فمك كينشف حيت الجسم ديالك كيبقى يجبد داك الماء اللي في الكور ديالك باش يخدم به باش يديجاجي به داك السكر. وهنا اش كيوقع لك؟ فمك كيبدا يشحف عليك، مالي السكر ديما فمو مشحف. علاش؟ وهنا غتولي خصك من هنا تدخل من هنا وتخرج من لتحت، تدخل وتخرج. ف الى جاتك عف الكرياتين لقينا ليه الحل، غنقادو هنا ونحيدو النقص وما ناخذوش منه بزاف ونقص شويه الماء علينا وناخذو الماء الطبيعي للجسم ديالنا امور تي. اما الا كان المساله ديال السكر فنطلبوا الله السلام. فرد بالك وتاكد بعدا من داك الشيء الفياق بالليل ديالك واش سببه الكرياتين، راه عنده الحل. ولا كان سببه السكر الحق راسك، نحتك باقي صغير الحق راسك. ومرارا وتكرارا راه الفيديوهات الاخر اللي وليت نهضر وليت نهضر غالبا غير على مقاومه الانسولين والكوليسترول. ف كنتمنى من الله ردوا البال الدراري راسكم، الله يرحم لكم الوالدين. من حدك باقي صغير راه صعيب الحال باش تلقى واحد في الثلاثينات كيعاني من السكر، يقدر يكون شي حاجه اللي هي وراثيه ما عندنا ما نديرو غير الزويدين الفوق. ولكن الا ما كانش داكشي وراثي وتصابيتي به فراه انت السبب، انت اللي فرطتي. هذا هو البلان، ما بقى لي الا نقول لكم اعانكم الله والسلام عليكم.